16 من يناير عام 2016 تتابعون في ببيروت اليوم. نصائح غذائية لطلاب الجامعات وكيفية مقاومة مغريات الفاست فود من حولهم. جولة بين جوائز وأهم لحظات حفل التكريم في حفل جولدن جلوبز لعام 2016. هل تؤمنون بالاستقلالية المالية بين الأزواج؟ وكيف يمكن أن تطبق في ظل الأعراف والتقاليد؟ نتعرف اليوم إلى موهبة فنية شابة. من تفوق ومن أخفق من النجوم في طلاتهم على الريد كاربت في الجولدن جلوبز؟ وغيرها من المواضيع تتابعونها اليوم مع بلال العربي، نانسي ياسين وساشا دحدوح. But I don't do too well with apologies. I hope I don't run out of time. Can someone call a referee? 'Cause I just need one more shot. Have forgiveness. I know you know that I made those mistakes maybe once or twice. But once or twice, I mean maybe a couple of. مساء الخير، مساء الانوار، اهلا وسهلا بالمشاهدين اينما كنتم، ونبدا معكم مشوارنا اليومي في ببيروت على روتانا الخليجيه والال بي سي، وان شاء الله يا رب نقضي مع بعض نهايه اسبوع سعيده. اخر حلقه في هذا الاسبوع الخميس راح يكون فيها كثير من الاشياء حلوه، ونبلشها ب اور فيفورت فيكست جيست ايمج كونسلتنت و لو سافوار فيفر دائما مع كريستيان حجار. اهلا وسهلا فيك. هلو، اهلا وسهلا. هلو، كيفنا؟ تمام، اشتقنا لك. انا كمان دائما مشتقت لكم. كريستيانو ما بعرف انه قديش جارك حيساعدك اليوم بالحلقه. انا كثير مبسوطه. الله يساعدك. الله يساعدك. حكي قبل الهواء. شدراوي يا بلال، اذا ما شفتك صرنا فتره. اهلا اهلا، اشتقنا بلال. شو الاخبار؟ تمام، كله تمام. اكسلون. اليوم حنعطيه الجولدن جلوب لشدراوي. طبعا. على شو؟ بيستشو على اكثر انسان بيحكي بسرعه. كل شيء اللغه العربيه كمان بتقنع كل شيء. عنده كثير اشياء رح حيحكي لنا عنها. يتوج بها. لكن كريستيان اليوم رح نحكي عن الجولدن جلوبز. يس، رح نحكي عن الجولدن جلوبز، عن الريد كاربت والفساتين واللوكس اللي بينوا فيها سيليبرتيز. رح نتناقش شوي كلنا، آرائنا بفتكر بتختلف بمحلات وبتتلاقى كمان بمحلات تانية. اوكي، وكل واحد اختار صور. مظبوط. طبعا 3 بيست دريست بالنسبة له. رح نشوف لكنا كيف رح تكون أجواء الريد كاربت ومين اختار مين ليش شو. نبلش بسوق اليوم. الأحداث المميزة يعني صارت بمثل هالنهار. تفضلي. بسنة 1930 ظهر سلسلة الأفلام الكرتونية ميكي ماوس. ميني ماوس قال بقى بسنة 1930. وأكيد بمثل هذا اليوم كان ميني ذكرى رحيل الموسيقار اللبناني العظيم منصور الرحباني اللي كان بال 2009، واكيد خلف لنا الكثير من الاعمال اللي لا زالت حيه الى اليوم. طبعا الله يرحمه. اما فيديو اليوم بقى عن جد بعد في ناس بتفكر بغيرها وبتحن على غيرها، رح نشوف الفيديو نحن وياكم. عم نشوف اكيد الفيديو بقلب قطار لمتسول كبير بالعمر، فقرب شخص موجود بهالقطار وعطيه القميص الخاصة فيه لهالمتسول العجوز، وهون منشوف كيف عم بيلبسه وعم بيساعده بهالعملية. يعني حلو كيف فكر فيه واهتم فيه كمان من البرد. وبتلاحظي عليه قد ايه هالختيار بردين من ايديه، مش قادر يتحرك. يعني قديه صار له فترة مش لابس شيء على حاله. حلو هيك دايما بفكر. صار له فترة لأنه عايشة معه. ومبين يعني بلال انه متلجين اصابيعه من البرد، حرام عليك.
مش لا جايب الشورت جاب له كمان البوني قبعه يعطى هيك تقدر فيه لو كان الياس كان شلحه كان بلا حركة أكيد جميلة وإنسانية ونتمنى وإن شاء الله كل الناس تقتدي بها ومنساعد كل المحتاجين وكل الناس موجودين everywhere. أوكي ديفيد بوي شو ديفيد بوي محبينه من عشان مش كتير أنا لا أنا كتير أنا, إيه. أنا كمان I used to love the sky بتحبه؟ إيه big time سو زعلت لا ما زعلت بس انه بحبه اكيد اكيد خسارة شو ما كان لنا شوي على هيز ميوزك انه الموسيقى تبعته انه بكيت ودمعت يعني نو بس قمت حطيت هيدا الميك اب مثل ما هو بيعمله دائما بعينه بون اوف ذا فيديوز انه ما عملت مثل غير عالم بلبنان لانه كل حدا بيروح بيحطوا له الصوره على الانستغرام بيتذكروا الاشخاص بس مثل العاده مثل دائما كل ما بيموت واحد دائما الفلوس بتيجي بعد رحيله مثل ما صار بمايكل جاكسون عم نشوف مع ديفيد بوي ذا سيم ثينج الاختلاف في انجلترا وفي لندن بالخصوص الناس الجماهير كلها راحت وين كان بيسكن هو وعملوا هيك ليله عزاء هونيكي وعم نشوف ايضا ب صالات البيع بانه المبيعات عم بتزيد التفاصيل كلها في التقرير التالي مع بعض بعد شيوع خبر وفاة حرباء موسيقى الروك المغني البريطاني ديفيد بوي ارتفعت مبيعات أحدث ألبوماته بلاك ستار الذي أصدره الأسبوع الماضي مصحوبة بارتفاع في تحميل أشهر أغانيه مما يدل على قوة تأثيره بمجال الموسيقى والغناء وقالت خدمة البث الرقمي العملاقة سبوتيفاي أن الاستماع إلى موسيقى بوي ارتفع بمعدل يفوق الثلاثة أضعاف عن النسبة السابقة فيما قالت شركة Official Charts Company في المملكة المتحدة أن ألبوم بوي بلاك ستار يشق طريقه نحو صدارة قائمة الألبومات بمبيعات بلغت 43 ألف منذ طرحه بالأسواق Stepped aside, somebody else took his place and bravely cried, I'm a black star, I'm a black star. How many times does an angel fall? توفي ديفيد بوي عن عمر ناهز 69 عام بعد صراع مع مرض السرطان دام 18 شهر قبل وفاة أسطورة الغناء بأيام قليلة نشرت زوجته على حسابها الخاص صورة له من الماضي وأيضا عبارتين الأولى بمعنى أن الشخص لا يدرك أهمية الأحداث حتى تصبح ذكرى والأخرى تقول إن المعاناة حقيقية وكذلك الله يذكر أن بوي في حديث سابق له قال إنه وقع في غرام زوجته السمراء إيمان عارضة الأزياء العالمية من أول لقاء وتأكد أنها ستكون أم أولاده في المستقبل وداعا ديفيد بوي فوالا دونك وداعا ديفيد بوي وشفنا بانه السوبر موديل ايمان اللي هي زوجته دائما كانت واقفه حده وكانوا عاملين هيك جلامرس كابل مع بعض. الورا بعد الفصل رح نحكي عن الحاجات الغذائيه للطلاب بنعرف انه هدول الستودنتس they don't have time to eat healthy يمكن بيشوفوا بس الكيوسك اللي حد الجامعات بياكلوا anything فبيكون من الصعب عليهم يتحكموا في وزنهم وبرشاقتهم وجمالهم فهيدا كله نصائح رح تكون بعد لحظات من الاعلان ما تروحوش بعيد راجعين تفضلوا عم
غوتيه بعد ببيروت وبننطلي بمواضيع حلقتنا لليوم مع ضيفتنا اختصاصيه التغذيه ليا حلو. اهلا وسهلا ليا. اشتقنا لي وانا اشتقت لي كثير. انت كيفك؟ تمام منيحه الحمد لله. استاذ بلال بونجور. سوري بس كنت عم بطمن على الديسير بس لاعرف انه شو اذا فاهم ايش الحال بدنا نروح خبروني في شيء طيب. ايه ما هيك بيك تايم. كيفك ليا؟ منيحه الحمد لله. مشتقت لكم. وي جريت. موضوعنا لليوم رح نحكي فيه مثل ما ذكرنا قبل هذه الفقره عن طلاب الجامعات اللي ما يكون عندهم وقت يختاروا اكلهم او يمكن بيتدبسوا بهدول الاكشاك الصغيره الموجوده جنب الجامعات وياكلوا اي شيء وبالتالي بيشوفوا ان وزنهم قوي فهن كمان لازم يهتموا بوزنهم. اكيد صح؟ اكيد صح. والمشكله انه قد ما في تمتيشن يعني قد في اغراءات بتحسي انه ما بتعطي تعرفي شو بدك تنقي يعني بيروحوا من الجامعه فيها الساج والمنقيش والديزرت مثلك انت هلا بلال مثلا رحت ما طلعت فيه نحن شو معنا باللايت هون سو بتعرفي بتبقى كثير صعب الشغله. افضل يا انه ياخذوا يجيبوا معهم شيء ما بينتزع اكيد لانه عندنا مشكله كمان في ناس بيبقوا كل نهار بالجامعه او بنحضره قبل بوقت او بنقدر ناكل بالكافيهات الالترناتيف الهيلثي يعني يلي عندنا اياه. اوكي. كاميرا ببيروت جالت بجامعه الايوه سالت الطلاب كيف بحافظوا على وزنهم. بنعرف انه الشارع كمان الجامعه مضبوط اكيد بالستريت كثير. خلينا نشوف شو جاوبوا بهالبوكس بوك. قلل انه اهلي مسافرين فدايما اعتمادي على اني اكل اراوند كامبس فهيدا الشيء بيعمل شوي مشاكل انه يكون نظامك كله معتمد على فاست فود وساج ومطاعم ومدري شو هيك. كدايت بلان كثير صارت سيئه انه كان اكلي احسن كثير قبل. وهون بالجامعه في مشي كثير سو قد ما اكلت يعني بضل عم تمشي وعم تحكي وانه باكل بس وان ساندويتش داي انه ما كثير بكتر وبس ارجع على البيت باكل. انا باكل اكثر نشويات لانه بالجامعه بدي اكل شيء هيك على السريع. اكتريت الاوقات على الفاست فود بس هلا عم جيت صرت عم جيب معي اكل من برا يعني جيب طبخ من البيت. باكل فاست فود ما بحافظ على الدايت تبعي. لا اكشلي ما بلتزم بالدايت لا بس اي تراي تو ايت قد ما في براون بريد يعني بجيب من كافتيريا كل شيء براون بريد. اكل بالكافيتيريا افضل صحي اكثر. ما باكل انا ابدا فاست فود ابدا ابدا. هو نهار هيك نهار هيك نهار بالتزم نهار لا. بجيب مثلا اوقات دجاج اوقات مثلا بطاطا اوقات شوكولا مثلا. كل نهار فاست فود. هلا هو ضياع نوايا انه ايه وين ما يروح الواحد فاست فود وهالقصص هاي ولما ارجع على البيت كمان فايدين ايد اول داي كمان بالبيت فاست فود وهالقصص هاي فانه ذاتس ذا ريزن. بالنسبه للدايت وما الدايت ما كثير انه انا بالدايت. فوالا لكن هيدي انشغلت الطلبة ولاحظنا مثل ما قلنا يعني كل شيء كان جنك فود والاشياء اللي منها هيلثي والسناكس دائما بنلجا للشوكولا. هلا انا ما جبت شوكولا معي مع انه في يكون شوكولا لايت بس انه منه انه شيء اذا بدك اوريجينال انه ناخده معنا سو فينا نكون عم ناخذ شوكولا بس حبيت لاقي غير الترناتيف. ما هو وجبه اساسيه ما هيدا قصدي يعني سو اذا بدك فينا دغري نبلش بشو فينا ناخذ. اذا مثلا قلنا كترويقه هلا في كثير ناس بيلجأوا لحميات قليل بالنشويات حميات غذائيه قليله بالنشويات وما بيكون بدهم ياخذوا شيء كثير واكثر شيء بضاين الحبش مع الخيار سو قصدت انه فيك تاخذيها مثل ما انا هلا حطيتها بوحده صغيره هيك تاخذي مثلا اثنين تاخذيهم هيك على الترويقه هولي اذا حتى ماشيين من صف لصف في ناس بيقولوا لك ما عندنا بريك ما فينا نعمل شيء انه هي ماشي بتحمليها مثل ما هي بتكدشيها مع خيارها وبس دائما تاخذي بروتيين على بكره اثبتت الدراسات انه بيعطيكي بالشبع وبتضعفي اسرع بالويت لوس حتى ويت لوس احسن فينا نتروق هيدا الشيء. من بعده السناكس دائما اللي بحبهم انا كثير اللوز والجوز لابس لهم شيء بداينه معكي بتحفيها تحطه بالجزدان كيس صغير او هيك تبر وير صغيره فينا نكون عم ناخذ لوز وجوز بس اكيد ما بدنا نكثر كمان كثير الكميه لانه بنعرف انه فيهم وحدات حراريه سو هون انا حطيت 15 هلا انا شوي بخلنت ال 15 هي للناس اللي عم بيعملوا ريجيم او حميه غذائيه لليخسروا الوزن بس اذا حدا مثلا لقى عادي بيقدر ياخذ
لحد 25 حبة بيقدروا يكونوا عم ياخدوها. تاني سناك مثلا قصادة الجزر والخيار، وحبيت لأنه بكافيتيريا الجامعة بنقدر نلاقي جزر مع حامض أو جزر مع خيار، سو فينا نكون عم ناخدهم هول إذا كان عندنا أني بريك. أول شيء بتحسي حالك عم تاكلي كثير سو بتلقمشي، وبذات الوقت كثير واتب الكالوري، يعني كل هيدي 25 كالوري، يعني وين رح تلاقي شيء هالقد قليل بالوحدات الحرارية؟ وبتلقمشي يعني وبتلقمشي ذات الشيء، وبتكون عم بتزيدي مثلا الحامض أو الكمون أو القرفة يلي عندنا إياها بنقدر نكون عم نزيد عليهم. من بعدها هون عملت مثل سالاد دو فروي، هيدي عملتها على بكره كثير صغيره سو كمان ما بتاخذ كثير وقت، فينا ناخذ ديس بورشن كمان معنا مع ملعقه صغيره بتشهي فيها بومجرينيت سيد سو كمان بنكون عم نقدر ناخذ المنافع. كل مره فينا نشكل شيء ما بينتزع، يمكن بتعرفي شوية التفاح والموز شوي مثلا بغير لون سو بنقدر نلجا للاشياء او الفواكه اللي نحن بنحبها بطريقه صغيره كمان لما يضل عنا ونكب لبعدين. هون كمان بالنسبه للوجبه الغداء السلاد ما رح يصير لها شيء، يعني بتعرفي الخضرة أنا هون حتى شوية جبنة حتى جوز حتى مع كمان تندخل كذا شغلة، الفطر والبندورة فينا نكون ناخد أكيد صوص على جنب لما يتبيت يعني السلاد، وبنقدر نكون عم ناخدها معنا. وبالكافات نقدر نلاقي دايما ألترناتيف سلاد سو مش إنه حجة، يعني بالكافات في هيك وفي هيك بكل صحيح. وين ما نروح وفينا نزيد أكيد عليهم التشيا سيدز، تشيا سيدز كمان تنساعد بالويت لوس، فينا ناخدهم بشيء صغير تابرويرز صغيرة وناخذهم معنا. بالنسبة للغداء أصدت حد ساندويتش باجيت أكيد أحسن من توست، لا مش كتير ناس بحبوا إنه توست ما بحسوه غداء إنه بقيت هون الباجيت أصدت إذا فينا نشوف بقلبها كمان حطيت شيء ما بينتزع، يعني هون حطيت حبش مع بندورة وخس وشوية جبنة موتزاريلا لايت ونتفة ديجون يلي هو الماسترد اللي بنعمله كتير طيبة وما بتنتزع وبتحسي ما بتشتش دغري الخبزة، يعني بس تكون عم تاخذي الباجيت الاسمر ما بتشتش كثير وبتكون عم تاخذي الالياف. هلا بالنسبه للدرينكس اول درينك عنا اياه انه بدل ما ناخذ مي عادي كلنا بناخذ انينه مي، في حدا ما بياخذ معه انيه مي على الجامعه، بدل ما ناخذ عادي فينا نكون مثل دخلنا نعنع الخيار الصغير شقف حامض وشويه ليمون جوس بنفتحها بنكون عم نشرب منها، بتكون ديتوكسيفاينغ بنعرفها هيدي الخلطه من قبل، بس قليل بتشوفي حدا اخذها معه على الجامعه انه ما بياثر فيكي تاخذيها معك على الجامعه وما بتاثر عليك. حلو وطعمة النعناع مزبوط وبذات الوقت بتشيل اذا على بكره بلشنا فيها بتشيل البلوتينج النفخه الغازات بتكون عم بتفيدنا كمان خلال النهار، فينا نعمل كذا وحده للي ما بحب هالخلطه اللي ما بحب الخلطه في يعمل عصير. هون عملت انا جزر مع زنجبيل، هلا كل حدا في يعمل خلطه يلي هو بتعجبه بس انا نقيت شوي شيء اقل كالوريز من غيره لانه اذا بتعملي قصص عصير مثل هون حطيت الفواكه موز وفريز ومانجا اكيد فيه وحدات اكيد حرارية هون صرنا عم نلجا لوحدات حراريه وسكر اكثر بكثير من هوليك الاثنين، بس بتعرفي في ناس بفضلوا السويت بدل ما ناخذ مثل عصير نشتريه من الكافات او من حدنا بيكون كله سكر ومنزاد له سكر هوم ميد بطريقه هيك ما بتنزعجي كانك عم تاخذي انينتك المي ويو كان هاف ات اول داي لونج وما بينتزع سو هولي عندي هون عملتهم من على بكره وكل شيء بعده مثل ما هو. خليا ميرسي ليا ثانك يو ميرسي لكم ثانك يو سو ماتش. المشاهدين استفادوا بهذه النصائح وان شاء الله يستفيدوا اكثر من الوصفه اللي رح تقدم لنا اياها الشيف اليوم مع نانسي في المطبخ. واليوم يا بلال بضيافتنا الشيف جويس صقر، اهلا وسهلا فيك جويس. هلو نانسي شو اخبارك؟ اشتقنا لك. يا هابي نيو يير سيم تو يو حبيبتي، كيف كانت بدايه هالسنه؟ كثير منيحه تمام. يلا شو في عندنا اليوم ان شاء الله هيك دائما اليوم رح نعمل لكم بان بيردو اللي بسموه غير شيء فرنش توست كمان. اوكي بان بيردو مع تفاح كاراملايزد ابل هو كنايه على بريوش بتنقع بحليب وبيض اوكي بتنقلها مع سكر وزبده وبنحط حقها تفاح كمان طلعت فيي بتنقلها مع زبده وزيت وزبده قالت لك لا انا شرحتك معلي معلي فينا هيك من وقت للتاني تزعبلي التفاح كمان مع سكر وزبده بنقلو بنحطو اتس فول ديزرت. البريوش بتشتري طبعا بيكون جاهز هلا اذا ما بتلاقي بريوش جاهز فيك تستعمليه بالباندومي الخبز العادي الباندومي بتقصي له طرافه اوكي وبتحطيه بالحليب وبالبيض اوكي مع علبه الفانيلا. خلينا نبلش نفرجي كيف الطريقه. البيض يعني هيدي بيضه هلا انا حطيت هون ايه انا هون حطيت 500 ملي حليب اوكي اوكي بكسر معه بيضتين
فيك تحطي اكثر من بيضه، انا ما بحب كثر كثير بيض. اوكي دجا حطيت فانيلا فيه. اوكي دخلتيها منيح. بعدين بنجيب عادة في برياش اما الباندمي اللي هو بننقعها جواتها. هلا سوكينج يعني بتحطيها جوا بتصير بتشرب. شو؟ نعم. ايه اوكي انا مش هي مضيعه. حدا عم بياكل هونيك؟ بلال بلال لا عم بيطلع فيي كل الوقت عم بيشوف ما دام اكلت من هونيك من هون ممنوع تمد ايدك. اكلت لي الساندوتش اللي انا طلبت تحطوا لي اياه على جنب. جويس جاي بحضرت لي الريبر بخصوص ما فينا. ما بتحب البرياش؟ هلا ما اشتي ما ملي برياش اكشلي بشكل عم بستعملهم كمان ببانديمي. هلا فينا من بعد ما تسوقي بتحط زبده. اوكي هلا ما راح اعملها دغري، بدي ابلش اول شيء بالتفاح. لا لانه بدكم تاكلوها بدي اترككم اياها سخنه لاخر ال اوكي لازم تتقدم سخنه. هلا انا راح ابلش بالتفاح لان بده وقت اكثر تكرملايز مع سكر وزبده وقليه شوي. هلا هي بتصير هلا حطيت النار بتعملي هاي بتقصي التفاحه ترجع بتقصيها شقف اصغر. هلا في ناس بحبوا يقصوها كيوبس صح مضبوط بريزنتابل اكثر. بتحطيها بتحطيها على الهيدا بتحطي زبده بتحطي كثير زبده. يعني انتي دايت عم تحكي كانت قبلنا بدايت هون نحن ضد الدايت. اوكي اوكي وبنخليها تدوب الزبده وبنرش لها فوقه السكر. هلا السكر والزبده بيدوبوا بيعملوا مثل كراميل. اوكي اوكي ومن ساعتها بنحط التفاح. حط التفاح بصير التفاح يبقى ميته بصير كله كراميل مع بعضه وبيستوي التفاح بصير كراميلايز. طيب سوبر تمام لكن اكيد رح نرجع لك جويس بنهايه الحلقه. انا رح اشتغل ديجا بهيدول بكون انتو بالاخر يعطيك الف عافيه. ثانك يو ثانك يو. وبعد الفاصل كوزات جديد بتزين ببيروت بصوتها. جوزي على جولة على جوائز جولدن جلوب 2016. الاستقلالية المادية بين زوجين حسناتها وسيئاتها. وكيف تألق النجوم على سجادة الجولدن جلوب 2016. يا عاشقة
شكرا لكوزات شديد، اكيد رح يكون لنا لقاء معها لنتعرف اكثر على اخر اعمالها ونشاطاتها الفنيه. ونحن متابعين بفقرات ببيروت، وضيفنا المعتاد اللي بيزورنا كل فتره اذا مش كل اسبوع كمان ما بيطول الغيبه، صاحب مدونه ناد ريفيوز نديم صفي الدين. اهلا وسهلا فيك. اهلا نديم، كيفك؟ نحن كمان اشتقنا لك. ناد ريفيوز بتطلع ناد ريفيوز، خلص بيرفكت، هون وهون موجود بالقلب وبالعقل. اهلا وسهلا. نهار الاحد 10 يناير كان العالم على موعد اكيد مع حفل جولدن جلوب، فكتير من القصص صارت، جوائز كمان توزعت للسليبرتيز، بس هيك بنظره شامله وعامه كيف لقيت الحفل؟ سو نحن مثل ما بنعرف بهوليوود في ثلاثة اووردز كثير معروفين، في الاوسكارز اليوم رح يقولوا النومينيشنز هلا بعد ساعه كل الناس ناطرين، في الأمي أوردز اللي خبرتكم عنكم عنهم بسبتمبر اللي هن بس للتي في سيريز، في الجولدن جلوبز اللي هن بيعطوا جوائز للموفيز وللتي في سيريز وللمسلسلات. هول الأوردز بيعتبرون شوي أكثر فن وبيسلوا أكثر، مثل ما رح نحكي بعدين غاغا حتى ربحت، ليدي غاغا، سو اتس مور فن هالأوردز. بس كانت حفله كثير حلوه، كانت رح اخبركم عن شويه هايلايتس هيك. اوكي بس انت كنت متوقع السيريز يلي اخذوا جوائز انه هول هن رح يربحوا هالسيزن؟ هالسنة خصوصا الناس نقزوا كثير من القصص اللي ربحوا، اكثريتهم شوز ما حدا سامع عنهم. ليدي غاغا ما حدا توقع معقوله تربح مثلا جائزه لتمثيلها فور اكزامبل، فبيحبوا يكونوا شوكينج دائما هالاوردز كثير وينقزوا شوي الناس بال. اوكي بال... يلا لكن خلينا نبلش. هنبلش بالموفيز. أوكي. اكيد بست موفي دراما ربح فيلم اسمه ذا ريفننت، هلا كثير ناس عم يحكوا عنه لانه ليوناردو دي كابريو ربح اليوم بس مفروض رح نحضره مفروض التريو بلال وانا وساشا. هلا عم بقول لكم شوي صعب تحضروه لانه فيه مشاهد قاسي كثير، انا حضرته من كم يوم، بس ليوناردو رائع بالفيلم وما بعرف اذا بتعرفوا بس هو ولا مره رابح اوسكار بحياته، الناس بينكتوا على هالشغله صار كثير انه ليوناردو ما رابح اوسكار، بس ربح الجولدن جلوب وهلا الامل عم بيقولوا متوقعين انه يربح الاوسكار كمان، يعني لما الناس يربحوا جولدن جلوب بيقولوا انه مؤهل يعني نوعا ما للاوسكار، مؤهل للاوسكار، فانا نشوف هلا بعد ساعه رح يقولوا النومينيشن. انت حضرته للفيلم؟ حضرته من كم يوم، انا استصعبته صعب ينحضر الفيلم بس هو رائع فيه عن جد، صعب فيه يعني مشاهد قويه، مشاهد قاسيه حنتشوه اليوم بفتكر رح نطلع بلا شعر نتشوه ايدينا بعض اليوم ونتسلسل هيك مع بعض. اوكي لكن هيدا بالنسبه لذا ريفننت. نعم بعدين عندنا ذا مارشن اللي هو ربح بست كوميدي، سو جولدن جلوبز مش مثل الاوسكارز بس بيعطوا بست موفي، بيعطوا بست دراما وبست كوميدي. اوكي الغريب انه مارشن منه كوميدي ابدا، انا هيدا اللي استغربته انه كيف انه انا حضرت الفيلم ما ضحكت ولا مره، مات دايمن ربح بست اكتر ان كوميدي كمان، بس شكلهم حسوا انه ما فيه اناف دراما ليكون بفئه الدراما. اوكي سو حطوه بالكوميدي كاتيجوري، بس ضيع شوي قويته. بس انا عن جد ما ضحكت ولا مره بالفيلم سو استغربت. بس حلو، بس حلو كثير الفيلم. ايه اوكي رائع كثير مميز، تمثيله كثير حلو لمات دايمن بالفيلم، بس بينحضر؟ بينحضر اكيد، طلع هو من كم شهر وهلا صار في كل الناس يحضروه على الدي في دي وهيك وبينحضر اكيد. اوكي سو هيدي للموفيز، رح ننط هلا للتي في سيريز، للسيريز اللي بغرامه. اهم شيء بدي احكي عنه انه ربحت بالبست اكترس دراما ممثله اسمها تراجي هنسن لمسلسل اسمه امباير. اوكي وعملت سبيتش كثير مهضوم، رح نقطع نحضر مقطع منه لأنه مميز جداً. يلا. Who knew that playing an ex-convict would take me all around the globe? It just goes to show. I thought it would be Queenie, Will. I thought it would be my character from, you know, Karate Kid. But it's Cookie, who spent 17 years in jail for selling crack. Okay. So the world loves real. Thank you. So many people to thank. My manager, Vincent Sorrentione, you've been with me for this my entire career. My publicist, Pam Sharp. So many people to write, please rap. Wait a minute. I waited 20 years for this. You gonna wait? Yeah, you gonna give me a little more time. سو بتعرفوا لما الناس يطولوا بالسبيتش مرات بيقولوا لهم يلا راب ات اب، بيكتبوا لهم على التلي برومتر. عم عصبت هي، قالت صار لي 20 سنه ناطره لاربح شيء اول، سو هيدي كان يمكن اهضم مومنت تبع وهي من اول ما طلعت على الستيج محمس يعني كان اللي عم بيرفق على الستيج دعس لها على الفستان مشي فعته بس عندها كاريزما كثير حلو مثل ما بتشوفوا انه عندها بريزنس لما تطلع اون ستيج. صح بس حلو حلو السيزون، سيزون 1 كان كثير حلو كان بياخذ لعبه سيزون 1، سيزون 2 ما بنصح حدا يحضره. اوكي
اذا انا وقفت احضره نانسي وانا ما بوقف احضر شيء لكن منه كثير ناجح. تاني السري تبع ليدي غاغا. ليدي غاغا امريكان هورر ستوري، انا هون كثير انقذت انه ربحت لانه تمثيلها زفت عن جد لما تحضره. دافعة كل الناس هيك عم يقولوا انه في هايب وماركتينج يمكن معقول شيء غلط لانه اكيد مش تمثيلها رح يربحها هالاوورد. يعني في شيء كثير غلط، حتى السبيتش تبعها كان كثير غريبه، ما رح نحضرها لانه عن جد كان كثير غريب. اوكي. فبيقولوا انه يمكن بس عملوها بس ليعملوا شويه ضجه، ناس لانه الناس عم يحكوا عنه للحفله كثير هالسنه. سو اوبفيسلي عم يربحوا ناس ما رح يتوقعوا يربحوا ابدا. اوكي. سو ليدي غاغا ربحت بست اكترس ان ليمتد سيريز، لانه هي بس رح تضلها لسنه على هالمسلسل. اوكي. من بعد ليدي غاغا اخر اوورد هو انا قلت لكم ماي فيفورت دراما اوف ذا يير هو ذا افير، شو كثير مهضوم. صح. والممثله مورا تيرني ربحت بست سبورتنج اكترس. وهلا الناس عم يضحكوا على عوينيتها، مزبوط يمكن شوي بيضحكوا، يمكن هي تطلع شوي مكان تطلع مكانت شوي موفقه يعني. بس عن جد تستاهل، تمثيلها بياخذ العقل، كثير بتحببك بالكاركتر تبعها. سو هيدا اورد انا كثير انبسطت لما شفته. اها اوكي حلو. هون هن الهايلايتس تاع الجولدن جلوبز. اوكي. عندنا شيء بعد؟ عنا مسلي بعد مزبوط. صار أحد مرة أنا أدخل هالمرة نسيت مع كل هالورقة. مسلي اسمها ريتشل بلوم، ربحت لكريزي إكس جيرلفريند اللي هو يمكن أهضم كوميدي هلا، وهيدا شو ما حدا عم يحضره هالأيام، الريتينجز منو عاليين. سو يمكن هلا مع انه ربحت يجي له شويه اتنشن اكثر المسلسل. اوكي. اوكي. حلوه هالجوله معك هيك عن اجواء الجولدن جلوبز وكمان مين فاز وشو رايك فيهم. شكرا لك نديم. ميرسي نديم. ثانك يو. واهلا وسهلا فيك. ميرسي. شو راح تتابعوا بعد الفاصل؟ الاستقلاليه الماديه بين الزوجين، الحسنات والسيئات. كوزات شديد، صوت مميز متعرف عليه. كيف تألق النجوم على ريد كاربت جولدن جلوب 2016؟ ورجعنا. مرحبا وسهلا بالمشاهدين اينما كنتم، مكملين معكم ومع كل الجمهور اللي عم يتابعنا على روتانا الخليجيه والال بي سي. موضوعنا الاجتماعي لليوم الاستقلاليه الماليه، من اللي معه ومن اللي ضد؟ واكيد كل المشاهدين البعض منهم يتفق لانه يمكن كانت له تجربه حلوه، والبعض الاخر بيقول بانه يجب ان تكون هناك استقلاليه للمراه في انها يكون عندها مصروف لحالها وحسابها لحالها، الزوج بيقول هو لحاله او جوينت اكاونت ما بعرف. بين هذا وذاك شاركونا انتم رايكم من خلال رقم التليفون اللي بيظهر امامكم على الشاشه 0961-16330011 6-8-3-0-11 ومفتاح لبنان 0961. رح نكون سعداء لتشاركونا رأيكم. وأكيد معنا النوستي اليوم رح نحكيه عن موضوع الاستقلالية، وممكن ننسي أيضا تعطينا رأيها ما بعرف كيف. طبعا هلأ خلينا نرحب ضيفنا دكتور بيرو كرم. أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك. الاختصاصي بصحة نفسية وصحة كمان جنسية. أهلا وسهلا. صحيح. طيب دكتور، قبل ما نشوف إحنا وياك رأي المشاهدين، أنت شخصيا شو رأيك؟ أنت مع أو ضد؟ حسب مين الكوبل اللي عم نحكي عنه. إذا كان كابل غني ولا كان كابل بيشتغل ولا كان كابل فقير. وحسب أعمارهم، يعني في كتير فاكتورز بيدخلوا بالحساب، وبعدين حسب تربيتهم. يعني إذا هو طالع من عائلة الوالدة بتشتغل ومستقلة ودايرة الأمور، بالنسبة له طبيعي جدا أنه مدامته تكون مستقلة ماديا. إنما إذا طالع من عائلة الوالدة بالبيت وبس، صعب كتير عليه يتقبل فكرة أنه الست تكون حاملة أي مسؤولية مادية. صح. خلونا نشوف المشاهدين وكاميرا برنامج ببيروت تنقلت وتجولت ونقلت لنا الآراء التالية. أصبحت المادة في زمننا هذا تحكم في العلاقات الاجتماعية والأسرية وحتى بين الزوجين، فعندما تدخل المادة بين الزوجين المتحابين تشكل صراعا بين المرأة والرجل، وقد يؤول هذا الصراع إلى دمار أجمل العلاقات الإنسانية. ومن هنا أتى طرح فكرة الاستقلالية المالية، وقرر فريق ببيروت مساءلة الناس، هل هم مع أو ضد الاستقلالية المالية بين الأزواج ولماذا؟ لا، مش مع الاستقلالية. إذا بده يصير في استقلالية مادية بين الرجال والمرأة
وهي تتحكم بالمصروف تبع البيت بده رقبة لأنه عم تأخذ من جيبته. إيه طبعا أنا مع الاستقلالية لأنه هذا احترام البوث سايدز وهذا بتخلي الاحترام أكتر وحتى ما يصير في استغلال. لا ما بتزبط لان لأنه هيدي مشاركة بالحياة بكل شيء يعني مصاريف البيت مصاريف الأولاد معها طبعا علشان أبقى حرة أعمل كل حاجة أنا عايزة أعملها براحتي. الاستقلالية المالية قد كده مهمة عشان أبقى صاحبة قراري. كل تكلم بناء على خبرته وظلت الآراء تتنوع وتختلف. اثنين عايشين تحت سقف واحد مفروض يكونوا جايبوا واحدة. إذا أنا يعني أنا بتسأليني لإلي أريح للمرأة الاستقلالية. إذا هي فلو للرجال كأنه مسيطر عليها. هو أزبط كل واحد لحاله. أحسن. أنا جبت أكتر وأنت جبتي أكتر وأنا عم بصرف أكتر وأنت عم تصرف هيك بصير يعني. لا ما لازم يكونوا مشتركين. استقلالية المالية بتودي لغير أشياء كمان. لا اللي عايز بيعطي التاني إذا المرأة عايزة بتاخذ رجال أزبط من المرأة مشاركة. لا نستطيع القول أن الاستقلالية المالية بين الزوجين هي التي إما تجنبهما الخلاف وإما تدفعهما إليه. ولا يسعنا أيضا الجزم أن المشاركة هي تشمل كل ما يملكه الواحد ليضعه في تصرف الآخر. ما هي الاستقلالية المالية؟ ما هي فوائدها ومضارها على الأزواج؟ هذا هو موضوعنا لليوم فتابعونا. شو رأيك دكتور بيلي سمعني؟ إذا بدنا نستلخص في كم كلمة كثير مهمين، مشاركة، سيطرة، استغلال، يعني هول بيلخصوا كيف الناس بتفكر. وملاحظ انه كثير متضاربة الآراء، ناس مع وناس ضد، بس الكل بخاف على حاله من كلمة استقلالية، انه شو كيف رح تتعامل معي مدامتي او كيف رح يتعامل معي زوجي اذا كنا مستقلين او اذا كنا مشاركين بكل شيء. هذا قصة التفاهم بالثنائي من اول الطريق. طب اذا بدنا نفسر مزبوط شو هي الاستقلالية المادية؟ في نوعين من الماديات بالكبل. الأول هو كل شيء كومن، يعني عندنا البيت، عندنا مصروف البيت، عندنا هالأخبار، هاي ما فيها تكون استقلالية. هون لازم يكون في kind of understanding إنه هولي بدنا نقيم فيهم. هلا منحطهم بإجي، منحطهم بكومن أكاونت، جوينت أكاونت، بتستعمليهم أنت بستعملهم أنا، مش مهم. هاي هالقسم هيدا مش كتير مهم، إنما استقلالية الشخص يعني المساحة النفسية أولاً قبل ما تكون المادية بين الشخصين. وهون بيدخل فيها الأرجو دو بوش تبع كل واحد منا، يعني سوري إذا المدام عندها نيد معينة بدها تشتري رمال، بدها تشتري شيء، ما فيها تقوم كل دقيقة تطلب من جوزها. والعكس صحيح، كثير مذل للرجال إنه هو يطلب من المرأة مصروفه. يعني الاستقلالية بعد على الرجال أصعب من المرأة بكثير. أكيد أصعب، بس الاثنين صعب. المدام ما مفروض فيها تشرح كل مره بتصرف $5 شو بتعمل فيهم. مشان هيك انا بفضل فرق بين الناس اللي عندها امكانيات ماديه والناس اللي محدوده امكاناتها. الاحسن انه نتفاهم على الموضوع سلف حتى ما حدا يحرج. بس طبعا كل شيء داخل المنزل من المصاريف قايمه، الامور الكبيره يمكن هو بيدفعها الاجار او الكمبيالات اللي عليهم بالبنك، وهي بتقوم بمصروف البيت، بس هذا كله بيبقى متفاهم عليه، ما في شيء اعطي باطي. وهذا لازم يكون مثلا مرات قبل الزواج متفاهمين عليه؟ هي بتصير الامور بالاول بطريقه عفويه، انه طبيعي جدا لما بنكون نحن مبلشين بحياتنا وبدنا نتزوج، مدخول الشخص مش كافي، رح يكونوا اثنين ليعملوا سوا، حكما رح يكونوا متفاهمين على كل الامور، ورح تكون اجي وحده. بس مشان هيك نرجع منعيد، اذا في امكانات زياده هون افضل يكون في استقلاليه تامه. يعني اذا اثنين اغنياء المفروض يكون كل واحد جايبته لحاله، لانه الماده سبب مشاكل كبيره. اللي بتورد النار والكتره بتورد النار كمان. صح. طيب يمكن حكينا انا لما ذكرت الجوينت اكاونت او الحسابات المشتركه بين الازواج، راح اشوف دكتور في عنا شخص كان له تجربة مش كتير حلوة مع زوجته في الحساب المشترك، نشوف مع بعض.
أنا مع الاستقلالية المالية للزواج من خبرتي الصغيرة بالحياة، كان حساباتي وكل شيء أنا ومرتي بأمريكا مشتركة، فقامت هي لأنه كنت عم بشغل كتير وهي ما قدرت تتحمل، فظروفها كمان المادية علي وعلي، هي قامت أعلنت إفلاسها، فانتقل كل شيء لعندي أنا، فأنا تحملت العبء المسؤولية بالكامل نتيجة الديون المشتركة. صار في طلاق نتيجة عدم حسن الإدارة المالية للزواج، صار في طلاق. الإنسان لازم لو خيه لو بيه يكون كل شيء منفصل احتياطا ما الشخص إذا ساءت الظروف معه يقوم الضر الثاني بطريقة غير مباشرة. فهذا نصيحة. فوالا دونك هذا يمكن حالة خاصة. حالة بس مش قليلة، كثار بصير معهم هيك. السؤال بسيط، هو وافق يشارك بالحساب يعني نتيجتها حتمية، معه حق لما بيقول الأفضل الانفصال كلي. هلا بالقانون اللبناني أكيد خبرتي قليلة فيه، في فصل بين الشخصين إلا إذا شخص بيمضي مع شخص الثاني على أي أشياء معينة، وفي حال صار في وفاء أو انفصال، إذا أنا بورت من الشخص اللي مات في أرفض، إذا كان علي دين أرفض الورثة كلها، يرفض البلس والماينس بذات الوقت، هيك بطلع منها. إنما معه حق الأفضل يكون حسابين مختلفين. والجونت أكاونت اللي أنا حكيت عنه هو للكومن ثينكس اللي لازم نقوم فيها حتى لتسهيل مين بيدفع شو. طيب. يعني بأي وقت ماتيريالي لوجيستيكلي مين بيقدر يدفع. هلا في كابلز بيعملوا كذا حساب، يعني مثلا يعملوا حساب مشترك مثلا لاقساط البيت او للفواتير او للمصروف الشهري، بس كل واحد فيهم عنده حساب لحاله. صحيح. وفلوسه ما فيها نقص من شخصيتنا ابدا، عكس ما كثار بيقولوا. اذا انا وهي مستقلين ماديا قبل كل شيء نحن في ثقة لما بكون الثنائي قائم. والثقة ما بتعني انه انا بدي احط عيني على كل شيء انت بتعمليه، كثير مهم. بعدين نحن ناسيين شغله كثير مهمه، الستات اليوم بيشتغلوا مثل الرجال لبل بيقبضوا اكثر. صح. في بعض الاحيان هون بندخل بمشاكل جديده واللي هي نظره الزوج لمرته الناجحه. صح. هون الرجال عندها صعوبه كبيره خاصه بمجتمعنا. في أربع أنواع من الرجال، اللي بيقبل واللي بيصغر واللي بيخاف واللي مسئلين. طيب دكتور، بس نقول مثلا اثنين أكاونت منفصلين لازم كمان نصارح بعض شو حاطين بهالأكاونت، ولا أحسن الواحد يمكن يخلي هذا الشيء لإله؟ لحظة، نحن حكينا سائل. إذا اثنين أكاونت منفصلين يعني أنت عندك مدخولك وعندك مصروفك. مظبوط. وأنا في شيء عم بتحطه على جنب، أنت حاطه لإلك على جنب، وين المشكلة؟ طالما الكومن متفقين عليه. هلا اذا انا اكيد ربحت ورقه يا نصيب وجبت 10 مليون دولار على الاكونت تبعي وما خبرتها، بعتقد شوي صعبه. بس انه انا عم فوت 3000 دولار بالشهر وهي عم فوت 3000، حاطين بين انكومن 2000 والباقيين كل واحد، ما في مشكله. ما لازم ناخذ الامور من الطريقه السلبيه. نحن بدنا نعمر ما بدنا نخرب. صح. بتخرب لما بكون في مشاكل والاشياء مش واضحه. ما بعرف اذا اكيد. طيب قديش الموضوع كومن بثقافتنا العربيه؟ احنا حكينا وانت يمكن الدكتور اثرت شيء كثير مهم بانه بتختلف حسب ثقافه الواحد، الواحد كيف ما شاف اهله. صح. هو اكيد راح يتعامل، لكن اذا حبوا يعيشوا ككابل او كازواج هيك عصريين ويعملوا كل واحد حساب الثاني، هل بيكونوا واضحين مع بعض؟ كل واحد بيقول للثاني قديش عنده في الحساب، لانه في ناس احيانا بتقوم بشكل بعيد الحساب. الفلوس سر دائما. الفلوس سر، يعني يسال انسان قديش بيقبض معاش بيبوح بصعوبه بالموضوع. نفس الشيء بالكابل، المصاري عزيزه لسوء الحظ، بس بمجتمعاتنا مش كثير سيده هالامور. نحن بمجتمع ذكوري والرجال هو رب العيلة، وكل الأحكام على الرجال مش على المرأة، مش هيك صعب كتير أنه يتقبل فكرة أنه مرته تستقل، إنما أحسن أنها تستقل ماديا، أحسن له لإله، أريح له. أريح له. أكيد أريح له. طيب خلينا نشوف سالي عم تحكينا من الإمارات وتحديدا من دبي. مساء الخير سالي. مساء النور نانسي. يا اهلا وسهلا.
الحمد لله كثير منيحة. تفضلي يا سالي بتشاركينا بموضوعنا. أنا جوزي إنه أنا عايشة بدبي وبشتغل هون ومعاشي أكثر من معاشه. أوكي. وحاول كثير حسسه إنه نحن من مستوى بعض، ما يغار ما ينزعج، بس بدها تتخلى علي وعنده هيدي ما بعرف عنده مشكلة بهالشغلة إنه أنا بقبض أكثر منه. حاولت إنه وقف شغل بس منه أوكي. ما بعرف بدي أعمل صراحة. طيب أنت هو بيصرف بالبيت يا سالي ولا أنت؟ هو بيصرف بالبيت بس مش كفاية. عارفة ما بيكفي كثير، بتعرف في دبي أكيد الحياة غالية. طب عاملين أنتوا برنامج للمصروف شهريا بتتقاسموا؟ كيف بيتم ولا أنت بس راتبك لإلك؟ هو نص معاشه بينبعث على لبنان وأنا ثلاث أرباع معاشي بنصرفه هون يعني. فما في برنامج غير هيدا انه ينبعث. فما بعرف ينبعث لمين؟ بدي اجي له بطريقه انه نحن مثل بعض هيك بليز دكتور. سالي بس الدكتور عم يسال نص معاش زوجك عم بيروح لاهله ولا لالكم؟ 100% لا لاهله. لاهله هو. اوكي طيب لكن انت لازم تبعتي ثلاث ارباع راتبك لاهلك انت كمان. شكرا يا سالي وربي يوفقك ان شاء الله وتوصلوا ان شاء الله يا ربي لحل هيك. لا هيدي حاله بعدنا عم نقول في اربع انواع رجال لما بتكون الست عم تشتغل وصرتوا معاشها اكثر. بيبعت نص معاشه لاهله. يعني انا هالفارق بالاجيال ما بفهمه. احترم اباك وامك على راسي بس انه هني خلفوني مش انا خلفتهم، وهيدا معتقد كثير صعب بمجتمعنا. انه عم يحرم عيلته من نص معاشه ليقيم باهله. هلا اذا اهله عاجزين بفهم انه في ساعد، بس مش انه يحرم نص معاشه لاهله. هي من مال. من ثاني مال الشخص اللي مش متقبل فكرة انه مدامته بتربح بتطلع مصاري اكثر منه. عندي نصيحة بسيطة، بده معالجة، بده يرجع يشوف نظرته للأمور وتقييمه للقصص كيف بتصير. بيقدر يتخطى هالموضوع، انما بده معالجة. لانه صراحة غريب الموضوع. المفروض مش بس كل ما بيفيق الصبح يقول الحمد لله انه عندي زوجة عندها راتب اكثر مني وعم تساعدني، مش انه يزعل انه هي هلا شق انه عم يبعث لاهله. ما فينا نفوت فيها. مزبوط. لا أنا يمكن اهله مريضين، يمكن ما في اسمع هيك شيء وما اعطي بصدق، لانه نحن دائما بننسى حالنا. صح. المبدا الاساسي انه انا بالاول كون انا مرتاح، بعدين اذا في يريح غيري. هلا القصة انه لازم يعتز انه مرته بتطلع اكثر منه، في كثير رجال حتى they boost their women، بيدفشوا بالمراه انه كبري وبيدعموها بيشجعوها. اكيد بيشجعوها، بس في قسم كبير. وهون بنرجع للمستوى الاجتماعي كمان مره، كل ما نزلنا بالسلم الاجتماعي كل ما صار رفض اكبر لنجاح المراه. صح. لانه رجوليتي انا بدها. شو النصيحة الأخيرة نقدمها للمشاهدين؟ المادة مهمة بس مش كل شيء. والتفاهم هو مفتاح لكل شيء. الأحسن إنه نعرف من البداية على أي أسس نحن بدنا نمشي. كل الأمور واضحة، وإذا لسبب ما وضحت الأحسن نرجع نحط كل شيء على الطاولة ونحكي فيه، لأنه كل شيء مخبى مؤذي. كل شيء مخبى مؤذي. صح. شكرا دكتور. ميرسي لكم. ثبتنا. ثبت الواحد لحاله. ممنوع. من هلا. ولا حتعرفي انا قديش بقبض ولا انا بدي اعرف قديش بتقبض. اوريدي بقبض اكثر منك. نكمل مع اجواءنا الفنيه ونشوف كوزيت ضيفتنا لليوم شو راح تختار لنا لتأدي. تفضلي كوزيت. والتقينا
ثانك يو لكوزيت شديد يا موهبه جديده رح نتعرف عليها اليوم ببرنامجنا. يا اهلا وسهلا فيك يا كوزيت. اهلا وسهلا. شو اخبارك؟ ماشي الحال. ميرسي على الاستضافه. يا ميت اهلا وسهلا. كوزيت حضرتك درسي اوديو فيزيوال. مظبوط. شو يلي اخذك الى الغناء؟ اخذني انا يمكن درست اوديو فيزيوال كرمال الغناء لانه هيك تفوت شوي بعالم التي في بعالم الشاشه. كيف لازم يكون كيف لازم اتعامل مع الكاميرا، كيف اللي عم بيصور شو بيكون موقفه تسهل. نعم. على وظيفة الكل. وشو كان احساسك اليوم بهالوقفة هون؟ كله له رهبة، الكاميرا له رهبة، الوقفة وراها غير الوقفة قدام. اول دايما يكون على الهواء قلبي دايما. مظبوط. دايما له رهبة. ما بتتعودي. كوزيت خبرينا هلا في اي شركة انتاج، من وين بدك تبلشي يعني بعالم؟ انا حاليا عم بتعامل مع كاتس برودكشن، نشتغل سوا يعني. كاتس برودكشن هي كومباني، برودكشن كومباني لاصحابها منال ملاط وكريستيان ابو عنا. نعم. هن كمان سينجرز، فهذا الشيء بيسهل تعامل البرودكشن يعني كشغل، لانه بيفهموا نحن شو متطلباتنا، بيفهموا نحن شو بدنا شو بنحب. اوكي. فشركه حلوه كثير، فيها اكثر من 60 ارتست بين سينجرز ميوزيشنز اكروبات دانسرز، فجامعه بين الشيء الفني الحلو الموسيقى والغناء، وجامعه بين الانترتينمنت الحلو. حطوا لك شيء هيك خطه قدامك، كيف لازم تشتغلي، كيف بدك تمشي، شو ستيل الاغاني اللي رح تاديها؟ رسمين بلان كثير حلوه انا ومنال وكريستيان. الحلو الحلو معهم انه ما بيشتغلوا على اساس نحن بنقرر وانت بتنفذي. نعم. في صداقه كثير حلوه، رغم انه انا صار لي سنه معهم ما صار لي كثير وقت، بس في هن بخلوك ترتاحي. يعني ما بيحسسوك انه هن في اخذ وعطى يعني كثير. يعني بالتعامل. اول حفله كانت معهم بتطلع فيه منال بتقول لي كانه صار لنا سنين عم نشتغل سوا. كان لذيذين كثير حتى كل الكرو يعني. لانه مثل ما قلتي يعني هن من الاساس فنانين، سو كمان شوي بتاخذوا بتعطوا وانتوا على نفس الموجه. 100% يعني بيعملوك ازف انت وحده مثلهم، مش انه انت معهم بالشركه وهن الاونرز تبع الشركه. يعني هلا صحيح هي شركه بس ربيانه بطريقه كثير فيها محبه. طب كوزيت انت لوين حابه توصلي؟ شو حابه تحققي؟ ما حدا ما بيحلم انه يكون بالنجوميه ويحقق شهره، مش لانه شهره، لانه بيحب يوصل صوته للكل. بالنهاية انا عم بتعلم يعني، ماني ما وقفت، بعدني عم بتعلم ميوزيك بالمعهد الوطني، وبعدني مستمره انه اقدر اوصل صوتي واقدر اكون عند حسن ظن كل حدا بيسمعني، انه كل مره يشوفوني يلاقوني احسن. هذا الشيء بحبه ان شاء الله. واليوم الاجنده مليانه حسب ما عرفنا، في عندنا حفلات جولات ببيروت بعده بلدان. وين رح تكوني؟ هلا عندنا شغل على نطاق، رحنا على ميلانو قبل، يمكن نرجع في خطه نرجع نروح. اوكي. ورحنا كمان على مصر عملنا حفله وعدد برايفت ايفنتس هون بلبنان وفستيفلز. فانا الله رادع عم اشتغل على موسم جديد ملان ان شاء الله هون وبالعالم العربي وباوروبا. بس الاجواء هيك فيروزيات شوي يعني، هيدا الستايل الخاص فيكي؟ لا، في كمان نحن عم نقدم عده ستايلز بالشرق. بس انت تحديدا؟ انا تحديدا بالشرق عم اقدم عده ستايلز. في عندي ستايل الرايق الكلاسيك اللي هو بينطلب بالدينرز البرايفت الكوزي. صح. يعني اللي بدهم يكونوا على رواق عم يستانسوا مثل فيروزيات، وعندنا اجواء الرقص والحفلات والبسط والشبابيه مثل الدبكه. صح. مثل اغاني صباح واغاني. ممكن نعمل اغاني خاصه؟ اكيد ان شاء الله. ليلى ان شاء الله. ايه اكيد. يب. يعني هذا طموح كل حدا بيغني انه يكون في عنده اغنيته الخاصه، وان شاء الله عم نشتغلها قريبا. متبين كل التوفيق يا كوزيت. اهلا وسهلا فيك وشكرا لحضورك معنا. اهلا وسهلا. ميرسي. فاصل ونتابع. هيك انا هيك هيك لا من هون. انا ما بعرف شو صار. ثانك يو توني. ثانك يو. هلو هلو سليم. هلو 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 هلوز. مكملين في بيروت حتى ميوزك ما في. طب نزلنا. اوكي ميوزك كمان ما في. طيب اوكي يلا. اخر فقره في برنامج اليوم رح نحكي فيها عن الجولدن جلوبس، وفي الجولدن جلوبس نشوف مين نجح ومين اخفق في طلته على الريد كاربت. النجمات تالقن باشكال كثير حلوه وبسيلوات كثير مميزه،
وكل واحد من ضيوفنا لليوم اختار the best بالنسبة له. احنا هم طبعا اختاروا كذا واحدة بس احنا حصرناهم في 3 stars. نبلش بكريستيان اول شيء. ان غروسو مودو كيف كانت طلعت النجمات بالجولدن جلوبس؟ كانت حلوه. بتعرف دائما بننطر ريد كاربتس ان كان جولدن جلوبس او غير تنشوف السليبرتيز كيف بيبينوا باحلى طله ان كان فساتين او الشعر والميك اب والجولري. اكيد ذا هول لوك بننطر نشوف كيف قرروا يطلوا. فبالجولدن جلوبس انا هالسنه كنت شوي محيره. لقيت انه في كم لوكس حلوين ولقيت الاكثريه مش كثير كانوا يعني صراحه على ذوقي. انا اخترت ثلاثه لانه كنا اتفقنا على ثلاثه. اول شويس لي كانت هيلين ميرن. هي شفت ثري لوكس اللي اختارتهم اوكي كريستيان مع بعض اند ذن وي جو كل وحده لحالها. اوكي يا حلوين سو فمبلشين بليدي جاجا هون اول شيء. ليدي جاجا اللي حبيت فيها اكثر شيء انه غيرت كليا، يعني اليوم بنشوفها بلوك مختلف كليا عن ما بنعرفها. ليدي جاجا بنعرفها انه فيري اكسترافاجنت، دائما بتطلع بطلات غريبه عجيبه، فيري بروفوكيتيف، كيف تحب تفتعل اراء العالم بطلاتها، ودائما ما بنعرفها من مره للثانيه بالطلات تبعولها. ما بنتوقع لك اكزاكتلي. لفتة ركزينه ركزت ركزت وهون طالعه باللوك تبع ماريلين مونرو. اوكي لابسه فستان مخمل اسود من اتليه فيرساتشي. وبتلاحظ كمان انه حتى بهيدا اللوك بالجولدن جلوبز خافيه كل التاتوز تبعها، لانه هي اذا بننتبه على اخر طله لها او كل طلاتها دائما عندها تاتوز اول اوفر كل جسمها عليه تاتوز. وهون هون كمان استعانت بميك اب ارتست فيري كثير معروف تا يخفي لها كل التاتوز عن جسمها تتبين اكثر انيقه. مبينه ولا شيء على فكره، مبينه كثير ليدي لايك، كثير مبينه انيقه وطلتها حلوه ومع شعرها. ومنلاحظ كجولري كمان تركت الديكولتي تبعها مكشوف، ما زادت مع كوليه مع نيكلس، وبس لبست بريسلتس اكيد دايموندز وحلق وقصة شعرها ولون الشعر وكله. كل اللوك انا لقيته كثير جديد لها وكثير طله حلوه، كثير كلها اناقه وكلها كثير ريد كاربت لوك مثل ما انا بحبهم عاده. تخيل ثاني لوك هي جينيفر لورنس. بفتكر ماني الوحيده اللي كثير عجبتني جينيفر لورنس، كانت عجبت الكل. ومنلاقيها بنشوفها بفستان لديور. هلا ما ننسى انه كمان عمرها صغيره، يعني شيز 25 سنه. هيدا الفستان لريد كاربت حلو لها كشخصيتها كعمرها هي كجينيفر لورنس. وكان القصه كثير لابقه على جسمها، والقصه شوي غريبه منا مثل الفساتين بنشوفها عاده على الريد كاربت، لانه له الفتحه على الجوانب وبالظهر. هون مش شايفين بالصوره بس له فتحه كثير كبيره بالظهر، وبس حطت النكلس اللي عاطي كمان مبين الفستان اكثر، والشعر والميك اب فيري سمبل. وهذا الشيء اللي عاطي اللوك كله كثير حلو. أي. اخر شيء هيلين ميرن. اخترتها اليوم لانه من وراء عمرها، نعرف انه هيلين ميرن اليوم عمرها 70 سنه. وطلتها لقيتها فيري اليجنت، يعني كلها اناقه، فيري سمبل بلاك دريس مع الديكولتي تبعه، واكيد النكلس الجولري اللي بينوا زياده كمان ببساطه هيدا الفستان. ابسولوتلي تخبيان. ذوز لا كان كريستيانز تشويسز من الجولدن جلوبز. نشوف مسيو شدراوي شنو اختار. I need to hear music, guys, please. I just need to hear music. Can I have like some ambiance in the studio of music? Like we're live, like this is like TV. Yes, yes. حلو. يلا. يلا. هات لنشوف التوست تبعك. أنا رحت أكثر إيفا لونجوريا، رحت جيلو. هلا كمان منقى كانت جينيفر لورنس. نقيتها.
انا قلت رحت اكثر على الوان اكثر شوي، بس يور 3 ما كان فيهم جينيفر لورنس، ما كان بلا كان فيهم جينيفر لورنس، كان فيهم كيت نوشات كمان، بس جعنا كانوا 6 لوكس. انا ما بدي كان بده ينقل عني وياخذ جينيفر لورنس، ما دايما دايما عم بيغش من هو بالمدرسه دايما هي واز اولويز لايك ذيس، ما كبر من المدرسه ابدا ابدا، معلش. لا خبركم جينيفر لورنس ليه حبيت كاتا وسبعه، هلا كانت حدا كيت بلانشيت بس لانه ارتقينا ننتمي على لوك واحد. هلا الكاتا وتت ما حكيت عنهم كريستيان والشوبار النكلس اللي بتصير تحكي عنه هو هي ميد اول ذا لوك مظبوط. الجوري دائما على ريد كاربت جوري اهميتها باهميه الدريس. نحكى عن جينيفر لورنس وكل شيء الكات اوت جسمها الحلو، انه ذا ريد كاربت كان احلى ريد دريس على ريد كاربت، سو باي فار مع هيدا التشوك على الرقبه كثير كثير شفناه. هلا ايفا لونجوريا انا كونه لبست من عن جورج حبايقه الديزاينر كثير عزيز على قلبي، اشتغلت عنده 4 سنين، حبيت كثير شو لبست. كثير حلو كيف عملوا فوق الكات اوت تبع البو ورجعوا حطوها بالبال، وهلا الظهر كان كثير مفتوح. نومينك انه ايفا لونجوريا كمان عمرها 40 بطلت ابدا صغيره، بس الكيرف سابولها اذا كنا بنشوف بروفيل لدراسه. شو قصدك بطلت صغيره على 40 يعني؟ سيريسلي؟ ولا لريد كاربت لوك. هلا بنشوف هون كمان ليه كمان اخذت كمان انحكى عنها كثير، لانه ما اجت مع الفيونسي، ما اجت مع خطيبها اللي هو خوسي انطونيو، بس شو عملت؟ ما زادت جورجي، حطت بس الرينج اللي هو هدايا اياها، ات واز ريك ريد رينج، سو كثير كانت هيك لفته حلوه منها انه ما اجت مع خطيبها، بس ما حطت جورجي غير خاتم الخطبه تبعهم. كان يو جست جو ذير، بدي اخذك صوره مع الثلاثه سيلبرتي انه الياس تشويس مثلا الياس تشويس ايه وجيلو بوز تيلي بقين عن جد وجيلو. هلا جينا سوا مع جيلو، يعني هو ذا هيل از ذيس جاي نكست تو جيلو. جيت مع جيلو لانه اللي حلو الاصفر تبع جيلو، هلا كثير درج الكاربت ما شفنا هيدي السنه، كثير درج كل شيء كات اوت كاب يطلع الايدين من الدراس. هلا الجوري تبعها هن هاري وينستون، هن الجوري هيدا هو هاري از ذا ايد جولر تبع ريد كاربت، يعني كيف في عندك بيج نيمز بالتيب، هو هاري وينستون هو يعني اهم ذي جولر تبع ريد كاربت، دائما بنشوف عنده اهم جولري. هلا هون ما كثير مبين، بس حاطط تو نكلسز على رقبتها، ودائما حاطط كلاتش اللي جاي تحت التشويس، الكلاتش هو كان سيلفر مثله مثل سكربينه، وكثير صعبه ديرينج اند بروفوكيتيف حدا برينات تلبس اصفر، سو هيدي ترين الفيل وكل شيء انك حبيت. انا لقيته تو ماتش شوي يعني بين الكاب والفستان من تحت. هلا حكيت على ليدي غاغا وسكتنا، حكيت شو لقيته؟ كانوا فيري اليجنت. لا هيدا الاليجنت ريد كاربت دائما اكيد كانوا فيري اليجنت، بس حلو كمان يكون في موفمون، يعني تمشي يكون في موفمون بالدراس، لانها بنات ولبست اصفر انا لقيته هيك فيري شوكينج، كثير حلو داري وما اجى العيون لانه ما كان في امروديز، واكثر شي ميد ذا تويست بالجوري تبعها. اوكي تري بيان، اي ثينك كان في يونانيميتي، اي ثينك توحدنا بالاراء. انا كمان اخترت 3 تشويسز، ما كنت كثير اختلفنا مع بعض، جينيفر لورنس اوف كورس، جي لو، و اليسيا فيكتور. انا كان مين كنت؟ اوليفيا باليرمو كان بتعقد. اوليفيا واز نايس، اليسيا حسيت انه شيز بيوتيفول، اند هي موجوده بالفيلم دانيش جيرل. I thought that it was very simple, very chic. Details about the fustan, طبعا مش مبينين هون بالصورة، بس layers وفيه كفتحات بين each layer. It was like chic and it became like a day journey fustan. But the way it's a couture and it's beautiful, beautiful. It is. بس Jennifer Lawrence the العقد من عند شوبار. جي لو حسيته it's beautiful، بس أنا حسيت ال charm تبعه it's very difficult to wear. Exactly. فيمكن that's why أنا والشيء تبع جسمه وكله طالع كثير معجق، بس and then it looked very هيك sleek. كلنا ربحانين. إيكول ذا فان. I think إيكول ذا فان. لا بس حلو ودراسة إنه حلو. فإنه حبيت it was very nice. Anyways like أنا I think بس if I had to choose بختار جينيفر لورنس. أنا فهمت. بفتكر كلنا this is our common choice. لأنه عن جد مثل ما قلت كريستيان أنه يت كوتور بس لعمره مظبوط، وهالأجي بالتفاصيل بالكيف مفتوح بالجوانب it's very nice. It's time to put the video somehow. It's edgy. And the beauty it's look nice. We're talking about Jennifer Lawrence again. It's nice. حتى شعرها بعقل. The beauty look كمان بعقل. She's beautiful. وكيف بس وصلت على الريد كاربت هجمت على الفان. فعن جد sometimes ليدي غاغا. Oh, here we go.
Yeah, that's the فتحة اللي حكيتي من ورا. We can see that it's beautiful. Without sound would be fine كمان, مش مشكلة. So here we go. دونك فوالا هذول كانوا 3 choices girls. You can join us إذا ما عندكم مشكلة. You can join. مشغولين بالتصوير. إيه خلص وقت بعد تقريبا إذا في تايم كمان. لحظة عم بعمل فوتوشوت أنا بعتقد شعراتي كنت هيك. أنتم بالنسبة لكم القضايا؟ أنا جيلو. يا جيلو. أوكي. بيعقد كثير حلو صح؟ ولا لا؟ أنا حجيلو كثير حبيته بس جينيفر لورنس بالنسبة لي أحلى. ما كثير شفته. جينيفر لورنس از ذا بيست. You can bring the chairs. Hey, you can bring the chairs. This is live. انا صراحه شفت I love the live. انا بروح بجيب مع عند الشيف. هلا انه كبيره بالعمر هيك بس جين فوندا حبيت لعمرها. من فوق بس لعمرها كريستيان انتي تو ماتش مع الوجه لما الوجه كل ما بيتعب الوجه كل ما بدك تخفف في اشياء كلها. ما بقى حسيت انه هيك كلاس لعمرها. انت مين احسن حدا؟ كمان جينيفر لورنس كمان وجيلو. جيلو بيرديو جيلو اكيد دفنتلي. كريستيان انت مين حبيتي اكثر شيء؟ انا جينيفر لورنس دفنتلي كيونغ لوك بس هيلين ميرن كنت ملاقيتها فعلا لعمرها وك كطلي واللون وكل شيء كل اسود مش معقول كيف دائما بيعطي غير طلي على الريد كاربت وعلى السهره والقصه كله كل شيء بيتبعه كل شيء ظابط. ما انا ما ما ركزت بهيلين ميرن هلا ركزت معها. بيوتيفول شيز اميزنج ستانينج For her age. Of course. بدنا ندوق يلا مندوق ان شاء الله الكوتش ما يكون عم يحضرنا تحتين ميرسي تبع صفار ما مش الليل الصبح الصبح ميرسي جويس ميرسي جويس ثانك يو سو ماتش ميرسي جويس فيري نايس انا طبعا غششت ودقت قبل كورس جميل جويس دائما بتغششني بتعطيني بليز عمو بقلبك على طول عن جد بيشتغل ما بينطر ما بينطر صحتين ثانك يو لكل المشاهدين اللي كانوا معنا ان شاء الله تكونوا استمتعتوا بفقره ببيروت وراح نروح ويكند صار عندنا ويكند هلا جماعه صرنا بعد تو دايز يس اذن اكيد بنشوفكم يوم الاحد مع حلقه كثير حلوه ومميزه مثل العاده فانتبهوا لي على حالكم وثانك يو على كل السويت ووردز اللي عم تبعتوا لنا اياهم على السوشيال ميديا انا او الصبايا او على صفحه ببيروت او ال بي سي سوري اذا ما بيكون عندنا وقت نرد عليكم لكن اكيد We love you all. We love you. Bye bye. Seriously. Bye. Seriously.